اجيت هنا للمستشفى اشوف شويه خابروني قال لي 22 واحد من بيتنا محترق. جيت هنا ادور عليهم يلا لقيتهم كلهم حولوهم للموصل حالتهم خاطره وهاي. جثث هواية ناس محترقة، واحد من الناس المحترقة ابن عمتي محترق كله، جلد ماله مقشر واقع جلد ووضعية تعبانة يعني. صراحة احنا ما نقدر نحمل اي احد مسؤولية، لكن هي ممكن يكون خطأ القائمين على الحفل او القائمين على القاعة، ممكن يكون خطأ فني احدث كل هذا الخراب والدمار. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.